السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. استلام يصنع الفارق، يا صابر استلم الكرة بشكل ممتاز، يا صابر وليس بهذه الطريقة، يرجع الهجمة من جديد، الهجمة لزعزع، زعزع يلعب كرة على اليمين لمصطفى، مصطفى هاتو، خد جميلة، لازالت خطيرة، إبراهيم عادل، أسامة فيصل في اللحظة الأخيرة تتخلص، ترجع لكوكا، كوكا يلعبها لحاتم، كوكا من جديد، كوكا مرر الكرة في الأمام، خلصها المدافع من أمام إبراهيم عادل، هبط أداؤه نسبيا إبراهيم عادل، ورب ترجع ولد، خلصها زعزع لمغربي، يلعبها بعرض الملعب، مشيت ركنية عادت من جديد، لكن بتبعت في اللحظة الأخيرة إلى خارج ملعب رمي التماس، رمي التماس ونام على الأرض لاعب منتخب النيجر، حكم المباراة، يلا العب رمي التماس، العب رمي التماس يا حاتم، اداله الإشارة حاتم، يلعب لإبراهيم عادل، إبراهيم عادل، عادل يلعب عرضية، ارتد الصابر، يلا الصابر خلص من أمام صابر، ارجع من جديد لمنتخب النيجر، كرة ملعوبة، عاد مصطفى ميسي، خلص كرة فين يا صابر، خارج الملعب، حرام يا صابر، غريبة لوحدك تماما وما فيش أي رقابة عليك، عرضية ممتازة من جانب حاتم، يلعبها صابر خارج المرمى، يلعبها محمود صابر خارج المرمى، ركز يا صابر، مش ممكن يا صابر، هذه العرضية من جانب حاتم، خلصنا كل الصبر مع كرات، لا ما كانش فيها تسلل، لو هدف كان هيكون فيها فار، لانه كان في تغطيه من حاتم في الجهه اليسرى، هذه كره ملعوبه من جديد، يروح محمد طارق في الامام، خطيره، استلام، محاوله داخل منطقه الجزاء، لكن بتتخلص من امام ابراهيم عادل، تركيز غاب، صابر من جديد، صابر سدد، صابر صاروخ من صابر، لكن مرت أعلى المرمى،